بكره نشوف معاكم مواقع الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه بتروجيت. البوابه: جلسه بين سيد عبد الحفيظ وطبيب الاهلي. المصري اليوم: الاهلي يكشف حجم اصابه صلاح محسن. فيتو: محمد يوسف يجهز حمودي ومؤمن زكريا. الوفد: محمد هاني ينتظم في تدريبات الاهلي الجماعيه. كورة: عبد الحفيظ: اقتربنا من حسم صفقات شتوية سوبر. يلا كورة: عبد الحفيظ يتحدث عن المدرب الأجنبي، موقف صالح جمعة وأزارو ومصير هيثم عرابي. يورو سبورت العربية: محمد يوسف: الأهلي يعاني مثل ريال مدريد وبرشلونة الأسباني. الشروق: الأهلي يدرس قيد عمرو جمال في يناير. الموقع الرسمي للنادي الأهلي العمري: الأهلي يرفض تماما محاولة البعض وضع النادي في مأزق أمام جماهيره.